بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين متابعي القناة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. إخواني، إذا لم تكن مشترك في القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. بالمداح يرد على العالقين بالخارج: اطمئنوا، كل القنصليات على علم بالوضع الحالي. طمأن النائب البرلماني، يعني الجالية الجزائرية بالخارج: بالمداح نرد الجزائريين العالقين في مختلف دول العالم بعدم القلق بخصوص وضعهم الحالي، وفي حال انتهاء مدة صلاحية وثائقهم الإدارية قبل انتهاء الوضع الحالي الذي فرضه الوباء، مؤكدا على أن كل الإجراءات سيتم اتخاذها لحل الوضع في حال استمر مدة أطول. وكتب بالمداح في منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تصلني رسائل كثيرة من جاليتنا المتواجدة بالجزائر يستفسرون عن كيفية السفر في حال امتلاء صلاحية بطاقات إقامتهم قبل برمجة الإجلاء من طرف دول إقامتهم. ورد النائب البرلماني في هذا السياق: عليهم هو عدم القلق، فقنصلية دول إقامتكم تعرف أن هذا الوضع هو خارج عن نطاقكم، وبالتالي سيقومون بتسليم تأشيرة العودة أو سيتم الاتفاق مع السلطات الجزائرية للسماح لكم بالسفر بوثائق إقامة منتهية الصلاحية. وأضاف بالمداح: أما بالنسبة لانتهاء صلاحية جواز السفر فيمكنكم طلب جواز سفر استعجالي من الإدارة الجزائرية. هذا وأمرت وزارة الداخلية والجامعة المحلية مؤخرا المعنيين بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الذي أعلنت عنه، وذلك من أجل إحصاء العالقين بالخارج وتسطير برنامج لإرجاعهم إلى أرض الوطن. وتعد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تريد العودة تقريبا معظمها إلى الجزائر، وهناك مشاكل يعانون منها، ولهذا فعلى الدولة اتخاذ الإجراءات في أسرع وقت من أجل إجلاء العالقين في الخارج، وهذا من أجل العودة إلى ديارهم والاستمتاع خاصة في شهر رمضان مع أبنائهم وأولادهم. في الأخير إخواني، نتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.